بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا نور ودي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم وصفتي النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. وصفتي النهاردة هتكون طريقة عمل الشمع والوكس لإزالة الشعر الزايد بأنجح طريقة ممكن تعمليه بيها، هيخلصك تماما من الشعر الزايد وكمان الشعيرات الصغيرة، وكمان هيخلصك من الشعر الزايد من الجذور. بعد استخدام الوكس أو الشمع ده هيسيب بشرتك ناعمة ورطبة جدا، وكمان هيوردها هيديها لون الوردي. النتيجة إن شاء الله هتكون مبهرة. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. المكونات بقى اللي هحتاجها لعمل الوصفة، هحتاج لكوباية من السكر بتعادل 200 جرام، وتلت كوباية من المية، وربع كوباية من عصير الليمون بتعادل 60 ملي. نبتدي بقى. بسم الله. أول حاجة بقى أنا هجيب أي حاجة ممكن أرفعها على النار، وهبتدي أضيف كوباية السكر في الأول. بسم الله. بعد كده هبتدي اضيف عليها تلت كوبايه الميه، بعد كده هضيف ربع كوبايه عصير الليمون. اخر مكون بقى عندي في الوصفه، وده اختياري ممكن تستغني عنه، هضيف نقطتين بس من اللون الاحمر، دي الوان جل غذائيه هتكون امنه جدا، هكتفي بس بنقطتين على الوصفه. هبتدي بقى كده اضيف اللون، نقطتين بس هيكونوا كافيين جدا الشكل ده. هبتدي بقى ادوب كل المكونات دي مع بعض لغاية ما السكر يدوب خالص مع المية. هدوبها بقى كويس. انا خلطت بقى كده كل المكونات مع بعض لغاية ما اندمجت كويس، ومش لازم السكر يدوب تماما يعني، علشان هو هيدوب لما ارفعه على النار. وبالنسبة بقى لفايدة اضافة اللون الاحمر للوصفة دي، هو بيورد البشرة جدا، لما تيجي تستخدمي الشمع بيدي اللون الوردي للبشرة، بس انت لو مش حابة ممكن تستغني عنه، بس هو برضو بيدي نتيجة حلوة جدا. دلوقتي بقى انا هرفع المكونات دي على النار تكون متوسطه، ما تكونش عاليه خالص، واحطها بقى لغايه ما تغلي. انا رفعت بقى المكونات كده على النار تكون متوسطه، النار مش عاليه خالص، واهم خطوه بقى ان انا مش هرفع ايدي منها خالص، هفضل كده مستمره في التقليب لمده 8 دقائق، يعني هتعدي كده لمده 8 دقائق بالظبط، وبعد كده ترفعها من على النار. المكونات كده هيبتدت تغلي، وطبعا انا مستمره برده في التقليب والنار ما تكونش عاليه. لازم تراعي برضو ان الاناء او الحاجه اللي انت هتسوي فيها الوصفه ان تكون جوانبها او حوافها عاليه بالشكل ده، علشان هي بتفور، عشان تقدري برده تقلبي براحتك. بعد مرور بقى 8 دقايق انا رفعتها كده من على النار. دلوقتي بقى انا هختبرها، هجيب بقى طبق واحط فيه شويه صغيرين من الميه العاديه، واحط فيه نقطه بس من الشمع، وباستخدام بقى المعلقه او ايديا بلمها كده. شايفين هي اتجمعت بس لسه طريه، انا محتاجه ان انا اجمعها وتبقى كره متماسكه، يبقى كده هحطها على النار حوالي دقيقه او دقيقتين كمان. انا رجعت الشمع على النار لمده 2 دقايق بس، وبعد كده هعمل نفس الاختبار تاني في شويه من الميه برضو، وهلمها بقى كده. شايفين كده الكره بقت متماسكه اكتر، بكده خلاص الشمع بيكون جاهز. شايفين هي عملت كده كرة متماسكة، وممكن برضو تعملي الخطوة دي بايديكي علشان تتحكمي فيها. هسيبه بس يهدى شوية صغيرين، مش هسيبه لغاية ما يبرد، وبعد كده وهو دافي هحطه بقى في برطمان يكون من الازاز، ودي افضل حاجة لحفظه، علشان لو سبتيه يبرد في الطبق بالشكل ده مش هتقدري بعد كده تحركيه، وهيكون صعب جدا. انا سبت بقى الشمع يهدى شوية، هو لسه سخن بس انا سبته يبرد شوية، بوريكوا بس قوامه. شايفين شكله، نتيجته حلوة جدا. ده بيكون بقى الشكل النهائي للشمع كده، خلاص الشمع بيكون جاهز للاستخدام، هو كده دافي وكده بيكون سهل جدا في الاستخدام كمان. لو حبيتي انك تعملي كمية كبيرة وتخزنيها، ممكن تاخدي قطعة صغيرة بس تستخدميها، تحطيها في حمام مية سخنة، هتطرى جدا معاكي وتبقى سهلة في الاستخدام. كمان احنا ممكن نضيف مع الشمع والوكس ده وهو دافي معلقة صغيرة من العسل، ونقلبها كويس جدا، دي هتكون مفيدة جدا للبشرة، وكمان هتساعد على تهدئة الجلد اثناء ازالة الشعر. طريقة استخدام الشمع زي ما قلت، افضل طريقة انك تستخدمي بيها الشمع هو دافي بالشكل ده، هيكون سهل جدا في الاستخدام. بعد كده بقى هتجيبي بودرة الاطفال او بودرة التلك دي، وهترشي منها على الجلد او على المنطقة اللي انت هتزيلي منها الشعر. بعد بقى ما بترشي بودرة الاطفال على الجلد وعلى البشرة، هتبتدي بقى تاخدي من الشمع ده وتحطيه مع اتجاه نمو الشعر، يعني من فوق لتحت. بعد كده بقى هجيب المناديل دي واحطها على الشمع، وممكن تستخدمي قطعة من القماش تكون نظيفة، وبعد كده هتبتدي بقى تزيلي الشعر في عكس اتجاه نمو الشعر، يعني انت هتفردي الشمع مع اتجاه نمو الشعر بس هتشيليه في عكس اتجاه نمو الشعر. الطريقه دي هتخليكي تتخلصي تماما من الشعر الزايد، حتى الشعيرات الصغيره، وكمان هتتخلصي منه من الجذور. في النهايه بقى بعد ما تخلصي ازاله الشعر الزايد تماما، هتجيبي بقى زيت جونسون او البيبي اويل ده، وتدهني بيه البشره او الجلد، هيهدي الجلد جدا ويخلصك من اي احمرار يكون موجود على البشره. الشمع بقى والوكس بالطريقه دي هتكون طريقه ناجحه جدا، وكمان سهله جدا في الاستخدام، وهتديكي نتيجه هايله في التخلص تماما من الشعر الزايد، وبيخلصك كمان من الجذور،
كمان بيسيب بشرتك وردية، لان اللون الاحمر اللي احنا ضفناه ده بيورد البشرة جدا، وكمان بيسيب بشرتك رطبة وناعمة جدا. اتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهارده عجبتكم، لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.